الذهب والدولار، ايه القصة بتاعتهم وايه علاقتهم بقى؟ يلا بينا تعالوا نشوف ما هي تلك الحكاية. يلا let's go. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعانا النهاردة ومعاكم قصة الذهب والدولار. من المعروف ومن قديم الأزل أن الذهب والفضة هما أقدم عملات تم استخدامها سواء في الشراء والبيع والمقايضة من قديم الأزل، عام 640 قبل الميلاد، يعني من الزمن الصحيح، وفضل الموضوع مكمل معانا حتى في العصر الحديث، حتى بعد اختراع العملات الورقية. العملة الورقية مهما كانت هي عبارة عن ورقة وناس جم رسموا على شوية ألوان ورسموا شوية رسومات وقال لك دي عملة. فالناس كده اتفقوا وقال لك ان العملة دي هتاخد قيمتها منين؟ قال لك العملة هتاخد قيمتها من غطاء الذهب. ايه غطاء الذهب؟ غطاء الذهب ده هو المخزون الاستراتيجي للذهب لكل دولة. يعني انت مثلا عندك طن ذهب، يبقى انت عملتك القيمة بتاعتها تساوي الطن اللي عندك ده، وما ينفعش بأي حال من الأحوال تطبع أكتر من قيمة الذهب اللي عندك. وتفضل الدنيا ماشية على هذا الحال لحد ما تيجي سنة 1944 وتنعقد قمة بريتون وودز. واتفاقية بريتون وودز دي اتعملت لما في بعض من الدول ومعظمها من الدول الكبرى زي بريطانيا وفرنسا قالوا ان احنا خلاص مش قادرين نطبع على قد الذهب اللي عندنا، لان في الاول والاخر الذهب ده هو ثروة طبيعية، ممكن تبقى عندي ممكن ما تبقاش عندي. ففي دول كتير احتجت على الموضوع ده وقالت ما ينفعش ان انا تبقى قيمة العملة بتاعتي هي بناء على قيمة او مخزون الذهب بتاع كل دولة. والناس اللي قاعدين في اتفاقية بريتون وودز دول قال لك خلاص احنا نتخلى عن المعيار الذهبي او الغطاء الذهبي. لكن كان السؤال هنا، طيب انا دلوقتي لو كل دولة هتتخلى عن المعيار الذهبي بتاعها، طب الدولة دي هتطبع على اي اساس؟ وقيمة العملة هتتقاس ازاي؟ وهنا الولايات المتحدة الامريكية بتلعب اللعبة وبتعمل مع العالم كله الصح. امريكا كانت في الوقت ده بتمتلك حوالي 75% من احتياطي الذهب على مستوى العالم كله. فقامت امريكا قايلة ولا تزعلوا نفسكم، انتوا اطبعوا وانا يا معلم اضمن لكم الذهب ده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا مصر مثلا عايزة تطبع مليار جنيه، قالت لها خلاص شوف المليار جنيه ده هيساوي كام ذهب واطبع على اساسه، وانا يعني مثلا لو المليار ده المليار جنيه ده هيعمل طن ذهب، فانا يا معلم الطن الذهب ده عندي خلاص اخويا وحبيبي وشقيقي، واطبع يا معلم وانا اضمن لك الطن الذهب ده من المخزون بتاعي. ومن هنا الاحتياطي بتاع العالم كله بدا يتحول من احتياطي ذهب الى احتياطي دولاري، على اساس ان الدولارات دي في الاخر بتمثل الذهب اللي امريكا ضمنه بيه الدول. وتلف وتدور الايام وتيجي حرب فيتنام اللي هي تقريبا استمرت من سنه 56 لسنه 75، وامريكا تتحط في ازمه كبيره جدا علشان عايزه تطبع دولارات وعايزه تشتري اسلحه وحاجات من دي. وتفاجأ الولايات المتحده ان مخزون الذهب اللي عندها مرهون لدول تانية، يعني فرنسا شاريه منها طن على دوله تانية 3 طن وهكذا. فامريكا لقت ال 75% الذهب اللي عندها ده بقى تقريبا 3 ارباعه لدول تانية، قالت لا يا معلم انا ما ينفعش معايا الكلام ده. وعمك نيكسون قام ضرب الكرسي في الكلوب. عمل ايه الحاج نيكسون؟ قام مطلع قرار وقال لك بقول لكم ايه، كل واحد يشوف حاله بعيد عني، وانا خلاص موضوع ان انا اضمن لكم الذهب وان الدولار يبقى مكان الذهب، الكلام ده خلاص بخ وكل واحد يشوف حاله. لكن تصادف هذا القرار بقرار تاني من منظمة الأوبك، واللي ربطت سعر برميل البترول بالدولار. طب في ناس هتسألني طب ليش معنى الدولار؟ لنفس السبب اللي قلناه في الأول خالص، إن أمريكا بتمتلك 75% من احتياط الذهب في العالم. ففي الأول والآخر الملاذ الآمن ما ينفعش يكون عملة، بتكلم على مستوى الدول يعني، فما ينفعش يكون عملة، لأن في الأول والآخر العملة دي ورق. يعني النهاردة تقول الورقة دي بكذا، بكرة الورقة دي ممكن نولع فيها أصلا. فلذلك منظمة الأوبك قررت تربط
سعر البترول بالدولار. ونفس المبدأ هتلاقي تقريبا معظم دول العالم الاحتياطي بتاعها بيمثل بالدولار مش بأي عملة تانية. لكن الدولار زي ما قلنا قوته جاية من ربط السعر برميل البترول بيه واحتياط الذهب اللي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا بالحركة دي تقريبا يعني ادت العالم كله على قفاه. يعني تخيل دلوقتي أنت العالم كله مصلحته إن أمريكا ما تقعش، لأن لو اقتصاد أمريكا وقع العالم كله كده لبس القفا وهيبقى قفا مغرق. إن كل الدول دلوقتي معتمدة إن أمريكا قوية جدا وأمريكا عندها 75% من احتياط الذهب، ولذلك أنا حاطط الاحتياط بتاعي بالدولار. لكن تخيل لو دلوقتي أمريكا دي كده جا وباء ولا جا أي حاجة اتشالت من على وجه الكرة الأرضية، أنا مش متخيل وضع العالم هيبقى عامل إزاي. لكن السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، وأنا مش خبير اقتصادي عشان أعرف أرد عليه، طب هي أمريكا بتطبع على أي أساس؟ يعني دلوقتي مثلا جت أمريكا عايزة حاجة من مصر، عايزة القلم ده مثلا، فتخيل تقول لها خلاص أنا هديك هاخد منك القلم ده اللي أنا محتاجاه وهديكي مليون دولار. طب المليون دولار ده ما أنا هطبعه، يعني أنا كأمريكا ما هطبع مليون دولار وأديه لمصر، إيه المشكلة؟ فتخيل انت قاعد يعني بالظبط ايه، دايما بدي مثل كده كاني جبت حته حديده من الارض وبقول لك الحديده دي اقوى عمله، وانا قاعد بديك في الحديد وانت قاعد بتديني بقى في الموبايل وفي الكمبيوترات وكده، وانا مجرد قاعد بديك في حديد ملوش اي معنى. فالموضوع ده شغلني كتير، ممكن نسال فيه بقى ناس اقتصاديين قوي يردوا علينا. امريكا طباعتها للدولار او لما بتدي معونات او بتروح تشتري من اي دولة بالدولار، الدولار اللي هي بتديهولنا ده بيمثل ايه بالظبط؟ يعني ده كده سؤال جه في ذهني. لكن يبقى الملاذ لمعظم الناس الى الان هي عملة الدولار. لكن الملاذ الاكبر طبعا هو الذهب، لان زي ما قلنا لو جاء في حصل حرب عالميه والعالم خبط في بعض ورجعنا الى عصر الخيول، فساعتها لما تيجي تدي الواحد دولار هيقول لك الدولار ده ماشي هات وامسح بيه الترابيزه. انما هيكون اقوى عمله وقتها، نرجع بقى الايام نرجع للمقايضه والحاجات دي، فهتكون العملات الذهبيه او الذهب هيكون هو الفيصل وهو اقوى ملاذ. فلكن عامة يعني ما حدش يفتكر الكلام ده ان انا بقول لك يعني بقى بيع كل حاجة وروح اشتري ذهب، لا طبعا لا تضع البيضة كله في سلة واحدة، نوع يعني شوية دولارات على شوية ذهب وربنا يكرم. بس كده وانتهت تلك الهبدة اللي بدون سكريبت. وبما اننا خلاص وصلنا لنهاية تلك الهبدة، فما تنساش لايك سبسكرايب نوتيفيكيشن بيل، وخلونا نختم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونراكم إن شاء الله في حلقات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.